يا مساء الفل والجمال، النهارده جايبه لكم وصفه تيراميسو تجنن تهبل، تيراميسو بالنوتيلا. وهمي وهمي، محدش ضايق ولا معجبته جدا جدا. طبقات البسكوت بتاعته بالكريمه المحشيه جوه بطبقه النوتيلا اللي على الوش، حاجه في منتهى الروعه والجمال واخر لذاذه وحلاوه، من غير بيض من غير نسكافيه. يعني اي حد عنده حساسيه من البيض هيزقطط في الفيديو ده. يلا بينا نبدا وصفتنا على طول. بس قبل ما نبدا احب افكركم تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو. اول حاجه هنحتاجها مع بعض هو اي نوع من انواع البسكوت الساده. انا هنا استخدمت بسكوت شورتي، ممكن تستخدمي ماري، ممكن تستخدمي اولكر، ممكن تستخدمي بسكوت لوتس، زي ما تحبي. وانا هنا استخدمت حوالي 3 باكوات ونص، كل باكت عندي حوالي من 16 ل 17 قطعه، فانت اعملي المعادله بتاعتك حسب القالب وشوفي هتحتاجي قد ايه. وتاني حاجه احتجتها هي علبه متوسطه من الشوكولاته النوتيلا، العلبه هنا حوالي 350 جرام. لو حابه ما تستخدميش نوتيلا، حابه تستخدمي نوع تاني، اوكي براحتك طبعا، بس النوتيلا بتدي نتيجه حلوه جدا. كمان احتاج باكت من الكريم شانتيه، الباكت هنا وزنه حوالي 45 جرام. رابع حاجه نحتاجها مع بعض هي 200 جرام من الحليب المكثف. انا هنا جايبه علبه حوالي 400 جرام، فهستخدم منها نصها بس اللي هم 200 جرام. وخامس حاجه هحتاجها هي علبه قشطه بوك، دي حوالي 170 جرام. وهحتاج تقريبا كوبايه ونص من اللبن، وهقول لكم نستخدمها مع بعض ازاي، كوبايه لوحدها ونص لوحدها. وهحتاج معلقه كبيره من الكاكاو الخام، طبعا الكاكاو ممكن يتبدل من السكويت بس زي ما انتم عارفين احنا عاملين مقاطعه. واخر حاجه اختياريه تماما هي معلقه كبيره من السكر، هنشوف هنستخدمها امتى وهتشوفوا براحتكم تحبوا تستخدموها ولا لا. اول حاجة هعملها معاكم ان احنا هنسيح شوكولاتة النوتيلا بتاعتنا عشان نعرف نصبها كويس قوي على الوش وتبقى سايلة معايا خالص. انا هنا سيحتها حطيتها في جوه اللبانة وحطيت عليها مية سخنة ورفعتها على نار هادية على البوتاجاز عقبال ما تاخد وقتها وفي تسيح، عقبال ما اكون جهزت الكريمة والبسكوت بتاعي. طبعا لو انت عايزة تحطيها في الميكرويف براحتك خالص، بس لازم تشيلي كل الورق السلفان اللي على الوش عشان ما يعملش اي شرارة جوه الميكرويف. ودلوقتي هبدأ أصب كوباية صغيرة من اللبن وكوباية كبيرة برضو من اللبن. الكوباية الصغيرة دي معيارها قد فنجانين من القهوة، وكوباية كبيرة دي موجودة في أغلب بيوتنا بنشرب فيها الشاي. كوباية صغيرة دي هحطها في الفريزر عشان تسقع، وكوباية كبيرة دي هبدأ أن أنا سخنها في الميكرويف أو على البوتاجاز عشان هسقي فيها البسكوت بعدين. ودلوقتي هبدأ أجهز كريمة الحشو بتاعتي. هصب اللبن بتاعي اللي أنا سبته يسقع في الفريزر، وبعد كده هحط عليه الباكت بتاع الكريم شانتيه، وهبدأ اضربهم كويس جدا مع بعض باستخدام مضرب يدوي او بالمضرب الكهربائي حسب المتاح عندي. هفضل اضربهم كويس قوي مع بعض لغايه ما يتحول للقوام المتماسك زي ما احنا شايفين كده مع بعض بالفيديو. بعد كده هضيف على الكريم شانتيه علبة القشطة بالكامل. طبعا مش لازم تشتري قشطة من برا، انت ممكن تستخدمي قشطة بيتي، بس اهم حاجة تكون نوعها كويس ومتكونش مملحة. ودلوقتي هضيف نص علبة الحليب المكثف اللي هما حوالي 200 جرام. طيب يا مون احنا مش عايزين نشتري حليب مكثف من برا او مش متوفر عندنا، يا سهل جدا انا اعمل حليب مكثف في البيت، هحاول اعمل لكم فيديو قريب ليه ان شاء الله تعالى، او ان انتوا ممكن تدخلوا على يوتيوب وتدوروا على 1000 وصفة ليه، سهل جدا جدا وبتعمل على النار او في الميكرويف. بعد ما ضفت مكوناتي كلها اللي هي الكريم شانتيه والقشطه والحليب المكثف، هديهم تقليبه على السريع كده وهحطهم على جنب لغايه ما اجمل بقيه مكوناتي. دلوقتي هجيب بوله عميقه شويه واحط فيها كوبايه اللبن السخنه، واحط عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وممكن يبقى كده كفايه وما تضيفيش اي اضافات تانية، ولكن لو انت عايزه الحاجه مسكره شويه ممكن تحطي عليها معلقه كبيره من السكر. طيب انت مش عايزه تضيفي معلقه السكر دي مفيش اي مشكله، واستكفي بالسكريات اللي محطوطه في الحليب المكثف وفي القشطه وفي الكريم شانتيه، وطبعا البسكوت اصلا كده كده مسكر والنوتيلا هتبقى مسكره. دلوقتي هفتح علب البسكوت بتاعتي، وزي ما قلت لكم في الاول كل علبه تقريبا فيها 16 او 17 بسكوته، وهبدا اسقي كل بسكوته في اللبن بالكاكاو اللي احنا عملناه مع بعض، بس انا يعني هنزلها واطلعها على طول عشان انا مش عايزاها تدوب خالص، وكده كده لما احط عليها طبقه الكريمه هتبدا ان هي تطرى اكتر واكتر. انا هنا اخترت القالب بتاعي مدور وبايركس زي ما احنا شايفين، طبعا انت حابه ان انت تعمليه قالب واحد اوكي مفيش مشكله، حابه ان هي تبقى قوالب منفصله او كوبايات منفصله زي ما تحبي. المهم بعد ما اخترت القالب بتاعي هبدا ارص اول طبقه بسكوت زي ما احنا شفنا مع بعض،
وبعد كده هغطيها بطبقة كريمة معقولة، لا كتير قوي ولا قليل. ودلوقتي هبدأ أرص الطبقة التانية من البسكوت. في المجمل أنا بحط 3 أو 4 طبقات حد أقصى من البسكوت والكريمة. بعد ما خلصت الطبقة التانية من البسكوت هبدأ أحط الطبقة التانية من الكريمة زي ما احنا شايفين. ودلوقتي أنا برص الطبقة التالتة من البسكوت، كذلك هحط الطبقة التالتة من الكريمة. ودلوقتي أنا هرص الطبقة الرابعة والأخيرة من البسكوت وهحط الطبقة الرابعة من الكريمة. بعد ما خلصت رص 4 طبقات من البسكوت والكريمة هبدأ أجيب الشوكولاتة النوتيلا بتاعتنا اللي ساحت عشان أصبها على الوش. نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنطلعها من المية السخنة عشان ما نتلسعش. شايفين سايحة تماما معانا، هنبدأ نصبها على الوش مع بعض ونفردها باستخدام معلقة أو أي حاجة. ودلوقتي جينا مع بعض للمرحلة الأخيرة اللي بعد النوتيلا وهي مرحلة الكريمة. حابة ان انت تصب الكريمة على طول على وش النوتيلا وتقدميها مفيش اي مشكلة، انما انا بختار ان انا احطها في ام فتحته صغيرة وابدأ اعمل حلقات داير ما يدور زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبعد كده بجيب خلة اسنان او عصاية شيش طوق وببدأ ازين الوش زي ما هنشوف مع بعض. باخد خطوط من جوه لبره زي ما احنا شايفين، وبعد كده ما بينهم باخد خطوط بالعكس من بره لجوه. ولزوم الشياكة والأناقة بعد كده بلفهم داير ما يدور عشان يدوني الشكل النهائي زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا كل واحد بيبقى ليه مطلق الحرية طلعي الفنان اللي جواكي. وطبعا لازم نقول الطريقة البسيطة والتقليدية في التزيين، ان انت بترشي على الوش كاكاو او نسكافيه او بشر شوكولاتة زي ما تحبي تماما. بعد ما خلصنا وزينا على الوش هنحطه في التلاجة من 3-4 ساعات يمسك نفسه والشوكولاتة تمسك نفسها والكريمة تبرد اكتر. طبعا هو اول ما طلع من التلاجة نصه خلص زي ما احنا شايفين كده مع بعض، بس انا حبيت اوريكم طبقاته حلوة جدا. الشوكولاتة بدأت تمسك نفسها، طعمه يجنن يعني. بألف انا وشفا وجربوه وقولولي رأيكم، واتمنى اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.